برضو المهندس قابيل قال انه العام الماضي شهد، دي معلومه مهمه قوي، اصدار 3000 رخصه صناعيه. حلو عشان نبقى عارفين. تمام، مقارنه بقى بايه؟ العام اللي قبل من كده كان 700. يعني انت عايزه تقولي انه احنا خلال الفتره اللي فاتت دي بس عملنا 3000 رخصه مقارنه ب 700 رخصه في السنه اللي فاتت، يبقى ده معناه انه في اقبال اكتر واكتر على التشغيل، على انك تعمل مصانع جديده، استثمارات جديده، يبقى معناه انه في فرص عمل جديده برضو، يعني عشان قانون التراخيص الصناعيه اللي طلع. صح، فده برضو ادى المجال انه اي مشاكل متعلقه، يعني بقى في عندنا اطار تنظيمي، فده شيء مهم انه يتحول المساله لواقع. احنا معانا المهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئه التنميه الصناعيه. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور يا فندم. خلينا نبتدي مع حضرتك بالنقطه اللي لسه كنت بتكلم فيها انا ومعتز، يعني الكم ده من التراخيص المتعلق بانشاء مصانع جديده بعد قانون التراخيص، ده معناه ايه؟ وهل احنا بس بنتكلم على رخص ولا يعني اتبنى المصنع؟ مساء الخير يا فندم. هلخص لحضرتك الموضوع ببساطه. اتفضل. في ظل جميع الاجراءات الاصلاح التشريعي اللي وزاره الصناعه قامت بيها من حوالي سنة وشوية، احنا كان اهم عقبة بتقابل النمو الصناعي هو التراخيص الصناعية اللي كانت عقبة كبيرة قدام اي مصنع بيبتدي يشتغل، اللي كان طبقا لاحصائيات البنك الدولي بتصل مدة استخراج الرخصة الصناعية حوالي 634 يوم. القانون الجديد بتاع التراخيص طبعا اسمه قانون تبسيط الاجراءات التراخيص الصناعي، وأصلا نزل بالمدة بتاعة التراخيص من 634 يوم لسبعة أيام فقط لقليلة المخاطر، وده يمثل 80% من الصناعات، و30 يوم بحد أقصى للصناعات عالية المخاطر. ده يعني إيه بالنسبة للصناعة؟ يعني إن السنة اللي فاتت من ساعة ما أصدرنا القانون إحنا أصدرنا أكثر من 3000 رخصة مصنع. يعني ايه اصدرت رخصة مصنع؟ يعني مصنع اشتغل، لان رخصة التشغيل بتصدر بعد ما يكون المصنع اشتغل. ده مقابل 700 رخصة السنة اللي فاتت. فالفرق واضح انك انت قدرت انك انت تدفعي 3000 مصنع بسرعة ان هو يخلص اجراءاته ويبتدي العمل على الارض، وده كان اهم اجراء تشريعي قمنا بيه الفترة اللي فاتت علشان تسهيل النمو الصناعي او الاسراع في النمو الصناعي. بنشكر حضرتك باشمهندس احمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، شكرا جزيلا.